عشر مضت. ها هو رمضان خطى عشر خطوات، ها هي العشر الأول من رمضان رحلت، وثمة حديث يخالج النفس. ترى ماذا حفظت لنا وماذا حفظت علينا؟ ونحن على أعتاب العشر الثانية نأمل ألا يكون نصيبنا قول الله عز وجل: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فبعد حرارة الفرحة التي عشناها في مقدم رمضان، هل ما زالت قلوبنا تجل الشهر وتدرك ربيع أيامه؟ أم أن عواطفنا عادت كأول وهلة، باردة في زمن الخيرات، ضعيفة في أوقات الطاعات؟ هذه شهادة الخطوات العشر الأولى في تاريخ شهرك، فانظر إلى قلبك، أهو مسرور بلحظات الإنجاز والحياة الرائعة؟ أم حزين بلحظات التأخر، يشعر بالندم لضياع الفرصة وهو في أوج عافيته وكمال صحته؟ لقد بلغك أن نبيك صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت: آمين آمين آمين. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فهل لا يزال الحديث ماثلا في مسمعك وحيا في قلبك وكبيرا في نفسك: فأبعده الله؟ إنه الحرمان والشقاء والبعد والفوضى في حياتك كلها. عشر خطوات رحلت، ومهما كان تفريطك ما زالت الفرصة تهتف بك من جديد. ما زالت الخيرات بين يديك والفضائل بين ناظريك، ولئن رحلت عشر خطوات فقد بقي عشرون خطوة. رحلت أيام قلائل وبقيت أيام كثيرة في حياة الصالحين. لئن كان منك تفريط فالحق بركبي، وخير الخطائين التوابون. ولئن كان هناك تأخير فلازالت الفرصة ممكنة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إن رحمة الله قريب من المحسنين.